بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى بنا الكلام الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق، أن هذا من جرائم اليهود، أنهم أصحاب جرائم عظيمة مع الله ومع الرسل ومع الخلق، فهم أصحاب جرائم متتابعة ومتكررة وقبيحة. ففي حق الله قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وفي حق الأنبياء كذبوهم وقتلوهم. وقوله بغير حق ليس له مفهوم، بمعنى أن هناك قتل للأنبياء يكون بحق، وإنما هذا من بيان الواقع والوصف الذي لا مفهوم له، إنما هو من بيان الواقع. وإلا فالأنبياء لا يقتلون بحق أبدا. وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا معطوف على قوله: سنكتب ما قالوا، أنهم يقال لهم يوم القيامة ذوقوا، أي تجرعوا عذاب الحريق، أي عذاب جهنم المحرقة. فهو عذاب ليس عذابا يسيرا أو هينا، وإنما هو عذاب الحريق والعياذ بالله. وذلك بسبب ما أسلفوا من الأعمال القبيحة والأقوال السيئة، التي منها قولهم: إن الله فقير نحن أغنياء، مثل قولهم: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ومثل قتلهم الأنبياء، وهو أعظم قتل على وجه الأرض. قتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدم، أي هذا العذاب الذي تقاسونه وتتجرعونه ليس ظلما لكم، لأن الله لا يظلم سبحانه، فلا يعذب إلا من يستحق العذاب. ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما كسبتم من الأعمال السيئة. والباء سببية، أي بسبب ما كسبت أيديكم، وقدمتموه لأنفسكم في الدار الآخرة، لأن المفروض العكس، أن يقدم الإنسان لنفسه خيرا يجده عند الله، ولكن هؤلاء قدموا لأنفسهم شرا، وشرا قبيحا. وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي أنه لا يعذب أحدا بغير ذنب وبغير فعل وبغير فعله سبب منه، لأن هذا ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم، كما في الحديث القدسي أن الله سبحانه يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله منزه عن الظلم وموصوف بالعدل والكرم والجود، فهو يعذب من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، وينعم من يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى جريمة ثالثة من جرائمهم: الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول
حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كذبوا على الله سبحانه وتعالى، قالوا إن الله عهد إلينا، أي أمرنا ألا نؤمن لرسول، أي لا ننقاد له ونصدق برسالته إلا إذا أتانا بهذه البينة وهذا الدليل على صدق رسالته، وهو أننا إذا تقربنا بشيء إلى الله وتقبله الله تنزل نار من السماء فتحرقه. وهذا شيء واقع كان في الزمن السابق، أنه إذا تصدق الإنسان بشيء فعلامة قبوله أن تنزل نار من السماء فتحرقه، كما حصل لابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، نزلت نار فأكلت قربان أحدهما فدل ذلك على قبوله، وأما الآخر فلم تنزل نار ولم تأكله فدل ذلك على أن الله لم يتقبل منه، فحسد أخاه فقتله، كما ذكر الله قصتهم في سورة في أول سورة المائدة. فالحاصل أن هذا شيء موجود، أنه في الزمان السابق وفي الأمم السابقة أن علامة قبول الصدقة أو القربان أنها تنزل نار فتحرقه، وكانوا إذا غنموا شيئا من المغانم في الجهاد نزلت نار فأحرقتها لأنها لا تحل لهم، وإنما أحل الله الغنائم لهذه الأمة، وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ومما ميزه الله به على غيره. ولكن ليس هذا هو ليس ولكن الله لم يعهد إليهم أنهم لا يؤمنوا للرسول إلا بهذه العلامة، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى، بل إن الواجب تصديق الرسول بأي رسالة جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ولا تنحصر معجزات الأنبياء في نزول النار وأكل القربان، بل معجزات الأنبياء كثيرة عليهم الصلاة والسلام، فليست محصورة في ما ذكره اليهود أنها تنزل نار فتحرق القربان، فهذا دليل على رسالتهم، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنستوفي الكلام على ما تبقى من هذه الآيات الكريمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.